هشام هشام استنى على الهوا على الهوا بس لحظه عم ببعت واتساب خليك معي دقيقه بس هو بيناتنا انا كمان صرت مضايق من حالي يا زلمه وين ما بروح بدي اخذ معي السيلولار لك انا عم صور عم بشتغل على السيلولار عن جد عم تقدر تروحوا على شي محل بدون ما تاخذوا معكم سيلولاركم صرنا عن جد مقدمين على كل شيء سوشيال ميديا فيسبوك تويتر واتساب ما فينا نظهر محل بدون ما نبلش نتكس وهيك ونحكي على السيلولار لك انا امبارح فتت على التواليت اول مره ما باخذ معي سيلولار زهقت قد ما زهقت قريت كل شيء فيه على الشامبو كل انين الشامبو قريتهم انت بتعرف انه ما في شامبو معليه ما في بقلبه صوديوم لوريل سلفات شو ها هذا شيء قريته انه موجود بكل الشامبويات شيء مش معقول يا زلمه عن جد واحد بيسأل أيام كيف كنا عايشين قبل السوشيال ميديا كيف كنا عايشين قبل الفيسبوك قبل الفيسبوك كنا نظهر لنتسلى هلا صرنا نظهر لنتصور قبل الفيسبوك كان فيك تنسى حيالله عيد ميلاد حتى عيد أمك هلا إذا ما بتدعاي جار خال بنت عم ست جدك بتحس حالك بلا أخلاق وشوف العزوات أنت والأحزان إذا مات ابن ملك الكونغو وما حطيت ريست إن بيس بتحس حالك مقصر مع الجماعة بتحس حالك انه لا لا يا زلمه بكره ما يقوموا يعملوا فينا زيت الضرب وما يحطوا لنا ريست ان بيس من زمان كنت اذا بتتخانق مع صاحبتك تتركها بثانيه هلا اذا بتتخانق مع صاحبتك بدك 3 ساعات تشيل صورها عن الفيسبوك بدك تعمل لها ان فريند على الفيسبوك بدك تعمل لها ان فولو على الانستغرام بدك تعمل لها بلوك على الواتساب ايه لا صالحها وتجوزها وجيب منها 6 اولاد اهلا من زمان قبل السوشيال ميديا كان الفنان يتكل على المايك هلا صار يتكل على اللايك وكل فنان عنده جيش عن زيت فن زيت صار ويا ويلك اذا بتغلط معه للفنان ايه بيمسح فيك الارض ايه بينزلك بستفستك بيفرم لك ايه عن جد ولا وين الحلو الخبريه الاساسيه انه مارك زوكربيرج يعني اللي عامل الفيسبوك قال انا عملت هيدا الابلكيشن هيدا السوفت وير لقرب الناس من بعضهم Well, are you or your spouse on Facebook? You may have just bought yourself a much better chance of getting divorced if the answer is yes, even if you're happily married. نعم، الفيسبوك هو السبب الأول اليوم للطلاق بالعالم. إيه أكيد إذا مرتك فريندز مع كريستيانو رونالدو عم بتشوف جسمه كل النهار أكيد رح تطلقك من ورا كرشك. إنه نتقلها هالكرش وبتقلها روحي افتحي على البروفايل على الفيسبوك. هيدي إذا أصحاب مع كريستيانو رونالدو. كيف إذا أصحاب مع أمير الاحترام؟ حلو أمير الاحترام لا كيف إذا إذا كيف إذا مرتك عندها سلطان الوفا وأحلى واحد فيهم كلهم إمبراطور الأمة إمبراطور إمبراطور بالنون شو هيدا إمبراطور هيدا طور الأمة هيدا لا عن جد الفيسبوك هو السبب الأول لتوتر العلاقات الزوجية ايه أكيد من زمان كانت تيجي مرتك تقلك بدنا نسافر تقلها مين عم بيسافر هالأيام هلأ بتيجي بتقلك حياتي عبالنا نسافر ولو بتقلها ولو يا بيبي مين عم بيسافر هالأيام بتقلك مين عم بيسافر سينتيا وكارولين وديما ورانيا وكلهم عم بيسافروا وكل الهاشتاجات عندي على فيسبوك ماي دبي وآي لوف باريس ما فيك تقلها وين مين عم بيسافر بتقلك حبيبي بدي جزدان بتقول لها يا حياتي مين عم بيشتري جزدان هالايام؟ بتقول لك مين عم بيشتري جزدان؟ دغري على انستغرام ديما صادق تفرج كل يوم جزدان يا حبيبي، طب ما انت ال بي سي طب ما انت ال بي سي وهي ال بي سي ليه ما بدك تجيب لي جزدان؟ شيء بيضحك السبب الاول الفيسبوك مش للتوتر بس بالعلاقات الجوزيه، السبب التوتر للعلاقات مع كل الناس، سبب التوتر للعلاقات مع الكوبلات اصحابك عندك هالكوبلات اصحابك كل نهار بينزلوا صور على التويتر وعلى الفيسبوك وشو الهاشتاجات هيدا ماي بيبي وهيدا ماي بيبي وهيدا هابي وهيدا اي لاف يو وهيدا ماي ايفريثينج وبيبي قال شو بتسميه بيبي هو بيبقى وزنه 160 كيلو وشعرات جسمه بيتجدلوا قال بيبي قال بدلوا البيبي السبب الاول الفيسبوك للتوتر مع جارك اللي دائما عباله تعمل له لايك لصوره ابنه ليربح دواء غسيل السبب الاول للتوتر مع رفيقتك الفيلسوفه بتعرفوها هيدي البنت اللي بتكون عندك على فيسبوك ودائما ما بتحط ستيتس عادي دائما بتكتب اشعار ولا مره غير ما اخذني الليل والخيل والبيداء لكن في عندي رفيقه هذيك المره شتت شو لازم تحط خي كتر خير الله شتت شو كتبت انزل يا مطر لكي تغسل وساخه البشر
هي كلها نقطت نقطتين، وين عم تعملي لي عم تعملي لي شعر؟ السبب الاول للتوتر مع صاحبك اللي كل يوم بيفقعك انفيتيشن كاندي كراش. كيف ما بتضرب ايدك انفيتيشن كاندي كراش، كيف ما بتضرب ايدك بيطلع لك يا بايرت كينجز يا كاندي كراش. لا، واللي بوتر اكثر منه هو رفيقك اللي دائما بيتشكى انه بيبعثوا له انفيتيشنز كاندي كراش. هيدا يا لطيف شو ثقيل. بس مين اكثر واحد بتتوتر معه؟ مين؟ خيك البسطون اللي ما عم بيفهم انه فيديو سقوط فستان اليسا فيروس. وحياة الله فيروس. بس بالسوشيال ميديا في شيء منيح، شو والفيسبوك في شيء منيح. الثورات كلها اليوم بالعالم من وراء السوشيال ميديا، كل اليوم الحركات اللي عم بتصير حركات شبيه كلها من وراء الفيسبوك. وشيء منيح فيها انه صار فيك تعمل يعني في ثوراتك وما حدا بيسترجي يقرب عليك، لانه فيك تصور فيديو. يعني اليوم قوى الامن ما راح تسترجي تضربك لانه بتعرف انه في حدا عم بيصورها. لاحظت؟ قوى الامن ما بتسترجي تعمل شيء، ما قربت على حدا. خلص بتخاف من الراي العام، بتعرف في حدا عم بيصورها ما بتقرب عليك. لا، عنا بلبنان هون كتير يعني خايفين من القانون ومن المحاسبة. صح. كتير دولة يا خي، الله على الدولة، الله على المؤسسات، الله. بس كمان الفيسبوك والسوشيال ميديا فيهم شيء منيح، انه اخترعوا شخصيات افتراضية ما بتشبه الشخصيات اللي منشوفها كل يوم بمجتمعنا. يعني اليوم الفيسبوك وتويتر عنده شخصيات اللي ما لها علاقة بحياتك العادية. عنده مثلا محامي الدير اللي عينوه من 4-5 أشهر. بمحامي الدير اللي عينوه من 4-5 أشهر بقول نحن لاجئين هون، بدي امه خلي تلزق تنحكم هاي. كمان عندك بالسوشيال ميديا عندك سوزي، بتعرفها سوزي؟ مش شخصيا. الشخصيه ما بتعرف، هاي اللي بتكون واقفه كل سبت ببرمانه الساعه 7، اشهر من نار على العالم. انا سوزي، انا عمري 37 مالك، على الارض على الارض، بس مبيني اكبر مش كمان معك. انا كنت حلوه كثير، كنت ملك الجمال باليونان. صدق طبيعي او شو شايف انت؟ سيليكون. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تعرف على سوزي يا محتال انت وانا. عندكم سمي ملك الفلفيز. ماي دبي، بتصور اصبع اجرك بالبيت ماي دبي، بتصور حالك عم بتبوس الدولفين ماي دبي. نحن اليوم بعد اول نهار شتاء مثل ما شايفين القلوسه صارت على الراس لنحمي حالنا من الكوليرا. مثل هيدي شو بحب ريحه اول شتوي، شو قصدك؟ يعني بحب ريحه التراب مع المي. وحل يعني. حلوه ريحه الوحل، فيك تروحي على البوره تحت البيت تزتي شوي. عندكم امل حماده اللي بعدها عم تفتش على رجال. في رجال؟ واينون؟ متجوزة انت عندك رجال؟ ايه. من وين بدك تجيبي؟ مع شفة كلهم جاي، ما بتلاقي الا بالجايات. عم تعملي ابا 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 ابا، هيدي ابا اللي بقيت لك ابا. عندكم علي شعبان احلى شاب بالمنطقة. شو اسمك؟ علي الشعبان. من احلى الشاب بالمنطقة؟ مين؟ علي الشعبان. كيفك فيها؟ انا منيح. طفيها وقعد فيها؟ طفيها وقعد فيها، مدورة وقعد ورا. السرود عبرود السندي على العمود، ترزم بالأظن. عن جد انت بتاع 100% سمنه نقيه، طفيه وقاعد فيها، مدوره وقاعد ورا، البيت فاضي والشاب رياضي ما بتعرفه، ترزان بالاذان. برافو عليك. يعني هو بيعرف سوزي، انت بتعرفي علي شعبان. ومين الملك بالاخير؟ ملك الراي العام بيير حشاش. ماكسيم شايا يفشل مجددا بتسلق جبل الزبالة بجل الديب لشدة انحداره. طب ليش يا ماكسيم؟ ليش يا خي؟ ليه؟ انه السياسيين بيرفعوا راس لبنان بطلوا وانت بك نزلنا نزول يعني؟ طب ما بيصير. بس انا فاهمينك 100 مرة، هيدا الجبل ما راح فيك تعرف شو. في تعرجات وانحدارات وكذا.